السلام عليكم ومرحبا بكم. اسمي ياسين. اليوم في المساء سيحدث شيء مخيف جدا ومرعب في لعبة جي تي اي 5. لماذا؟ لأن الأرواح الشريرة ستنتشر وأي شخص كان في الشارع فإن سيصاب يا رفاق الأوفياء وستحدث الكارثة. لهذا السبب الشيء الذي علينا فعله هو أن علينا ذهاب هذا الصباح مسرعين وعلينا كذلك شراء جميع الأشياء التي سنحتاجها. يجب شراء لوازم المنزل، شراء الأسلحة كذلك، لأنه ممكن أن يأتي أولئك الأشخاص الذين تحكمت فيهم الأرواح الشريرة وأن يهجموا علينا في منزل. لهذا السبب علينا يا رفاق الاعتناء بأنفسنا وعلينا قراءة كذلك الأذكار. لا تنسوا قراءة الأذكار صباحا مساء لكي لا يصيبكم الشيء الذي سيحدث الآن في لعبة جي تي اف 5. المهم يا رفاق الأوفياء، بدون أن نضيع الوقت سنذهب وسنخرج وسنتحرك لكي نشتري جميع الأمور التي سنحتاجها، وبعدها فيجب علينا العودة قبل السادسة مساء، لأن في السادسة مساء بالضبط ستحدث الكارثة في لعبة جي تي اف 5 والأرواح الشريرة ستبدأ الهجوم وأي شخص وجده في الشارع سيقومون بتدميره. أغلبكم سيتساءل الآن وسيقول ياسين هذا الفيديو فإنه غريب جدا وعجيب، هل تريد إخافتنا إلى آخره؟ ببساطة أريد التطرق لموضوع الهالوين، لأننا دخلنا الآن لوقت الهالوين. الأجانب فإنهم يحتفلون بالهالوين، وذلك الاحتفال فإن عيد كفري 100% يا رفاق، لأنهم يقومون بارتداء أحد الأقنعة إلى آخره الخاصة بالأشرار ويقومون استدعاء تلك الأرواح الشريرة إذا كانوا بالفعل ضعفاء شخصية. فممكن يا رفاق الكثير منهم سيتم إصابته بمس من الشيطان، لكن أغلب الأجانب بما أنهم متجهون نحوها والشيطان لا يتم مسهم بأداء في أغلب الأحيان من طرف الشيطان، يتم فقط مس الأجانب الذين هم متدينين شيئا ما. عدا هذا فإن الشيطان سيفرح ولن يقترب منك نهائيا إذا كنت تفعل أفعال الشيطانية، فإنك صديق شيطان بالنسبة له. المهم في هذه الأيام كذلك في جدي أونلاين إذا ركزتم فإن هناك بعض من التحديات الخاصة بالهالوين التي تم نشرها إلى آخره. تلك التحديات مميزة بالفعل، إذا أردتم لعبها والاستمتاع فلعبوها واستمتعوا، لكن لا تحاولوا تطبيق تلك الأمور يا رفاق في الحياة. لا تحتفلوا بالهالوين، لأننا نحن مسلمين لدينا عيدان فقط وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. لهذا السبب قررت نشر هذا المقطع معكم فقط لكي أظهر لكم حقيقة موجودة، وهي حقيقة تلبس الجن بالناس، حقيقة موجودة. إذا ابتلاكم الله في أحد من عائلاتكم فإنكم سترون الأمر بأم أعينكم، وإذا كان هناك شخص قريب منكم ممكن أن تروا الأمر بأم أعينكم. وهناك فرق ما بين المرض النفسي الذي يحتاج علاجا طبيبيا، لأن بالفعل هناك أمراض نفسية تحتاج علاجات طبيبية، عليكم الذهاب للطب المختص. وهناك أمراض يا أصدقاء مثل العين والحسد وتلك الأشياء الأخرى والسحر، تلك الأمور فإنها تحتاج لرقية شرعية. إذا كنتم تستطيعون أنتم ففي إمكانكم رقية أنفسكم لنفسكم، لن تحتاجوا لأي راقي ولا أي شيء. وندعو من الله أن يحفظنا وأن يقوم بشفاء كل شخص مضرورة. وهي يا رفاق لكي ندخل لمحل الأسلحة ونشتري جميع الأشياء التي سنحتاجها. سأحتاج كذلك للدرع لكي أحافظ على الهيلث الخاصة بي لأني لا أريد من الهيلث أن تضيع، وبعدها سأشتري جميع الأسلحة التي سأحتاجها، البيسلس كل شيء تقريبا. وبعد كل هذا أنا مستعد يا أصدقاء. كم الساعة بالضبط؟ الساعة الآن فإنها ثانية مساء، لم يتبقى الكثير، بقيت ما يقارب الأربع ساعات فقط، لأن بعد السادسة مساء لا يجب علينا البقاء في الشارع لأن الأرواح الشريرة ستأتي وستبدأ في الانتشار. وبالفعل هناك حديث صحيح يا رفاق الأوفياء، الأرواح أو الشياطين فإنها تخرج بعد صلاة المغرب، يعني بعد أذان المغرب فلا يجب عليكم الخروج للشارع، وخصوصا الآباء. هذه نصيحة للآباء، لا يجب عليهم ترك أبنائهم بعد صلاة المغرب لكي يلعبوا في الشوارع، لأن الشياطين في تلك الوقت تنشط يا رفاق وتذهب وتنتشر في الشارع. لهذا السبب إذا أردتم حماية أبنائكم من تلك الأشياء فلا يجب عليكم إخراج أبنائكم في ذلك الوقت بالضبط. أما بالنسبة لكم أنتم في إمكانكم الخروج مع ذكر الأذكار، لا مشكلة نهائيا. وكذلك لا تنسوا بأن يجب عليكم الخروج لكي تقوموا بفعل صلاة العشاء. نحن نتحدث فقط على الأطفال الصغار الذين لم يصلوا بعد لسن البلوغ، ولا زالت بعد يا رفاق الصلاة لم تجيب عليهم، يعني أن في تلك السن هم لا زالوا يتعلمون طريقة الصلاة، ممكن أن نقول أقل من 12 سنة. أولئك الأطفال بالضبط لا يجب عليهم الخروج بعد أذان المغرب للشارع. لهذا السبب رسالة للعائلات التي يأخذن أبنائهم في التنزه إلى آخره، تنزهوا عادي جدا بعد صلاة العصر، اذهبوا تنزهوا استمتعوا بوقتكم، لكن قبل صلاة المغرب أنصحكم صراحة أن تعودوا لمنازلكم. وبما أن لازالت لدينا 4 ساعات تقريبا، بقية 3 ساعات الآن، لما لا نذهب عند صديقنا مايكل ونزوره ونكتشف ماذا يفعل في هذه اللحظات. إذا عرف مايكل الخبر وما سيحدث في هذا المساء فأكيد أنا متأكد 100% أن سيستعد. هيا لك هناك شيء ما أمامي المنزل مايكل، راقبه، أحضر الحراسة. هاي يعتقد بأن تلك الأرواح الشريرة يا رفاق ستأتي أمامي المنزل ولن تدخل، راقبه، أحضر حراسة
يشبهون تقريبا رجال اف اي بي او شيء من هذا القبيل. لا استبعد ان صديقه ديف رئيس المخابرات هو الذي ساعده. شاهدوا حراس الاف بي اي 100%. لم اكن اتوقع نهائيا ان مايكل خطير لهذه الدرجه، وضع هذا العدد الهائل جدا من الحراس امام من منزله، ولست متاكد اين هو بالضبط. لا استبعد ان سيكون قد اختفى. لا لا، الخادمه موجوده، رايتم هي اللي كاينه تدخل. السلام عليكم، كيف حالك يا الخادمه؟ انت بخير، امورك على خير؟ اماندا تريسي غير موجود نهائيا في المنزل، ماذا لو صعدنا عنده في الفوق؟ السلام عليكم. وو هناك حارس كذلك في الفوق، رأيتموه؟ هذا غير معقول. أدخل مايكل معه أفضل الحراس، تريسي غير موجودة في غرفتها. أما بالنسبة لجيمي موجود، جيمي غير مهتم نهائيا لما سيحدث بعد السادس مساء ويلعب ألعاب الفيديو. هاي جيمبو جيزل، ها أنا. أنت تحب فرانكي وتحب كثيرا تتحدث مع فرانكي، لكن لماذا تتحدث معي الآن؟ راقبوه. جيزل غير مهتم، هو يلعب الآن كول أوف ديوتي. أما بالنسبة لغرفة النوم مايكل غير نائم. لا أستبعد أن مايكل لقد أخذ الخادمة لقد صعدت، شاهدتموها؟ عادت لكي تقوم بالتنظيف. هنا في الحمام لا يجب عليه الدخول للحمام، ممكن أن يكون هناك شخص في الحمام. لا أستبعد أن أماندا أو تريسي لهذا السبب لا يجب الدخول. أما بالنسبة لمايكل أتوقع بأنه دخل لقبوه السري، لهذا السبب هو غير موجود في المنزل الآن. إذا لم يسبق لكم أن شاهدتم قبو مايكل السري فإنه موجود هنا أسفل من الملعب، وبالفعل هذا يؤكد أن مايكل دخل للقب السري، لأن لدينا هنا حراس عاديون ولدينا حراس كذلك في هذه الضفة من الملعب. وهنا استنتج أن مايكل لقد دخل للقب السري. لا استبعد أن أماندا دخلت معه كذلك. عدد الحراس كثير جدا في هذه المنطقة لأن الكارثة اقتربت من أن تحدث أكيد. الآن علينا الذهاب للمنزل لأن اقترب الموعد، اقترب الوقت الساعة فإنها 4:30 مساء، لكي نحمي نحن كذلك أنفسنا وننتظر، لأن في 6 مساء بالضبط بعد المغرب ستحدث وستقع الكارثة. وما هذا أمام من المنزل؟ شاهدوا هناك شيء عجيب، لقد جاء العساكر كذلك. مايكل لم يكتفي فقط بإحضار رجال اف اي بي، بل العساكر كذلك لقد جاءوا لأن الموعد اقترب كثيرا. عساكر أمام المدخل، عساكر كذلك في هذه الضفة. مايكل يريد حماية عائلته يا أصدقاء. حسنا يا صديقي مايكل، أتمنى صراحة ألا تدخل تلك الأرواح الشريرة وألا تصيب عائلتك. أنا كذلك سأذهب الآن للمنزل وعلي الإسراع. حان الوقت، الساعة الآن فإن 5:35 دقيقة، اقتربت السادسة بسرعة. شاهدوا الناس فإنهم كذلك هم مسرعون لمنازلهم. الحمد لله لقد وصلنا، لم يتبقى الكثير يا أصدقائي الأوفياء، والجنون سيحل بمدينة لوس سانتوس. على الأقل قمنا بإحضار الأسلحة وأحضرنا جميع الأمتعة التي سنحتاجها لكي تمر هذه الليلة بخير وعلى خير. انتظروا، لقد بدأت الكارثة. كم الساعة؟ الساعة السادسة. رقبت تلك المرأة هناك، رأيتم؟ لقد جاءت عندي، جاءت لمنزلي. مشكل، لقد أصيبت الأرواح الشريرة، انفجارات كذلك، أشاهدتم؟ مشكل، شي ذلك الشخص هو يقوم بالجري، هذا غير معقول، أتمنى ألا يدخل. رقبوا، ذلك الشخص جاء عندي لمنزلي، تجرأ وجاء لمنزلي وهو الآن يقوم بالتسديد. ها، لقد تحرك. أغلب الأشخاص الذين لم يدخلوا لمنازلهم ولم يقولوا الأدعية الخاصة بالمساء، راقبوا الشيء الذي حدث لهم. مشكل، لقد تلبسوا، الجن تلبسهم وسيطر عليهم. وبدأت الكارثة تحدث في هذه اللحظات، هذا غير معقول. شاهد ذلك الشخص فوق من البناية، رجل الصوات لم يذهب لمنزله، هو واحد السلالة الكارثة، هو الآن في صدد التسديد على شخص ما، شخص آخر كذلك لست متأكد من أين ظهر، ممكن بعدما تلبسهم الجن. الشيء الذي بدأ يحدث هو أنهم بدأوا يطيرون كذلك وأصبحوا يفعلون نفس الأمور التي يفعلها الجن، هذا أمر غير معقول صراحة يا أصدقاء. أنا خائف، سأذهب وسأنزل للأسفل، انفجارات والكوارث لقد حدثت، هذا أمر غير معقول صراحة يا أصدقائي، هذا شيء جنوني، علي قتله، لا يجب أن أحن فيه نهائيا. موت، مشكل، هناك شخص سدد علينا بالصواريخ. اختبئ، أتوقع يا أصدقائي إذا بقيت في هذا المكان فإنهم بدأوا الآن في التسديد علي، يريدوا تدميري منزلي نهائيا. علي يا رفاق فعل شيء ما وإنقاذ نفسي بنفسي، لهذا السبب سأخرج. بسرعة، مشكلة، رأيتم الكوارث، هناك شخص ما يسدد بالصواريخ. تحرك، بسرعة، موت أنت، راقبوا الناس. واو، المشكل الكبير كذلك هو أن هؤلاء الناس لن يعودوا لعقلهم فقط بعد أذان الفجر. يا رفاق الأفواه، سأنتصبين تلك المرأة، فإن الناس حوادث سير، لا، سيقومون بالتفجير وسيقومون بتدمير سيارة. تحرك، بسرعة، لا أريد يا رفاقي أن أموت، والوقت فإنه لا زال، نعم 27 دقيقة، الوقت متأخر كثيرا، سنحتاج الكثير والكثير من ساعات. رقرون، واو، معارك شرسة جدا.
جدا. تلبسهم الجن فبدأوا يقتلونهم وبدأوا في إفساد الأرض مرة أخرى. هذا لا يصدق، بعدما أصلح الله الأرض بدأوا يفسدونها الآن بأعمالهم الخبيثة. تحرك 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 يا صديقي تحرك. الناس يسقطون، رأيتمهم؟ الناس بدأوا يسقطون. مشكل مشكل مشكل. راقبوا ذلك الشخص، بدأ في الهروب. ذلك الشخص لقد خاف، ممكن أن تلبس به جني خائف، لهذا السبب قرر ذلك الجني الهروب والنجاة بحياته. ذلك الشخص ساق سيارته بسرعة خرافية جدا، كأني أفعل المهمة الأخيرة وأقوم باللحاق بتريفر. راقب راقب، هذا الشخص قد أسرع بطريقة جنونية. هيا تحرك تحرك، أهرب ونجو بحياتك قبل أن تتلبس كذلك. ما هي المنطقة الآمنة الآن؟ أنا الآن أحاول التفكير في منطقة آمنة ولا زلت لا أستطيع، عقلي فإنه مشوش بسبب هذه الأمور التي تدور حولي في هذه اللحظات. لكن لا تقلقوا يا أصدقاء، سأحاول النجاة بحيث مهما كلفت ثمن راقب السيارة كيف أصبحت. السيارة لقد تأدت كثيرا بسبب التسديدات وبسبب تلك الأمور. الحمد لله أني أضفت لها. أوه قاموا بقتله، قتل. أوه روكيت لانشر، هذا غير معقول. بسرعة بسرعة بسرعة، أتمنى ألا يسددوا علي، إذا سددوا سيفجرونني، سيفجرون علي. ابتعاد من تلك السيارات. جينا للأويل فيلد، لا يجب المجيء للأويل فيلد يا رفاق، ببساطة لأن هذه المنطقة فيها البنزين، إذا انفجرت الكارثة ستقع. بسرعة بسرعة بسرعة، كيف سننجو بحياتنا؟ لا أعرف، لكن علي الذهاب لأحد المناطق. شيد روكيت لانشرز، واو شخص ما سدد اثنتان روكيت لانشرز. سأهرب، لا أريد أن يقوم بتفجيري. حتى مطار تريفر لم يسلم نهائيا من الكارثة. المعارك الشرسة بدأت بين ناس القرى. ذلك الشخص ممكن أنه من الألت كروست كامب على ما أعتقد، قرية المجانين. قرية المجانين أصلا أولئك الأشخاص فإنهم مسكونون من زمان من زمان، أولئك الأشخاص فيهم الجن. المهم وصلت لهذه المنطقة الآمنة، الشيء الذي سأفعله سأدخل هنا لهذا الهانغار، سأحاول تنظيف هذا الهانغار يا أصدقاء. ننزل بهذه الطريقة، سيبدأ. أوه شاهدوا هذه المرأة، رأيتم؟ أين هي مختبئة؟ موت 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 يا أيها الغبي، موت أنت كذلك، موت موت يا أيها الكلاب. نغير الأسلحة التي نفضلها، سنقوم بتدميرهم، سنعذبهم، سنتركهم نهائيا لكي يفوزوا علينا. على الأقل نظفت هذه المنطقة منهم. موت 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 موت، هناك شخص يسدد علي روكيت لانشر من هذه المنطقة، علي تدميره وعلي قتله. أين أنت؟ ممكن؟ نعم ها تلك المرأة، لا أستطيع إصابتها من هناك، من هنا كذلك لا أستطيع مع الأسف. أصحاب روكيت لانشرز فإنهم خطيرون جدا، الدنيا تتزلزل وتتزعزع، لم أعد أفهم أي شيء. هذه المنطقة تأكدت بأنها ليست آمنة، سنحاول الاتجاه نحو منطقة أخرى. أتوقع بأن جبل موتشيلياد ممكن أن يكون آمنا إذا صعدنا له، وهذا ما سنفعله، سنذهب له الآن وسنمر عبر الغابة. الغابات صراحة في الليل فإنها تكون خطيرة جدا، لكن ليس باليد حيلة، علينا فعله. هناك شخص لديه روكيت لانشر، هاتي علينا إصابته، يجب عليها على الأقل فقدان الوعي لكي لا تستمر في قتل الناس حتى السادس صباحا، لأن بعد السادس صباحا إن شاء الله وبفضل من الله هذه الأرواح الشريرة ستختفي. كذلك يا رفاق في مدخل الغابة الكوارث وقعت، الناس أصبحوا مجانين، العمال المساكين أصيبوا، أي شخص كما ذكرت لكم بقي في الخارج فإن سيصاب. هذا السبب علينا يا رفاق الهروب بحياته. هناك منطقة رائعة جدا هنا، أخبئ السيارة في تلك الضفة لكي لا يقوموا يا رفاق بتفجيرها. شخص ما كاد يا رفاق أن يفجرها، لكن لا تقلقوا وسأدخل في هذه المنطقة، أتمنى أن يكون هذا المكان آمن. رغم كل هذا ليس آمنا. أشاهدتم روكيت لانشرز، شخص سدد اثنتان روكيت لانشرز. والغابات فإنها مخيفة جدا ومرعبة أكثر بكثير من المدينة، لأن في المدينة على الأقل في أغلب الأحيان الجن يحبون العيش في الجبال وفي تلك الأمور، لا يحبون العيش في أغلب الأحيان مع الناس، وخصوصا إذا كان أولئك الناس يذكرون الله كثيرا ويعبدون الله، يقومون بالصلاة إلى آخره، فإنهم لا يعيشون يا رفاق في تلك المدن الطيبة، في أغلب الأحيان يعيشون في مناطق معزولة. هناك شخص ما، هذا الشخص جاي عند علي تدميره، يا إما سأدمره يا إما أن سيدمرني، لا خيار ثالث. هيا موت أنت، رأيت النقطة الحمراء، ممكن أنني قتلته، على الأقل لقد فقد الوعي. أغلب أصحاب روكيت لانشرز لقد ماتوا، لكنني تأكدت من أن هذا المكان ليس آمن وهو مرعب جدا، ببساطة لأنه بالخلف من هذه الأشجار لا أستطيع رؤية يا رفاقي الناس المصابين بالمس. هذا السبب يجب علي الذهاب وأخذ السيارة والابتعاد نهائيا من المنطقة. أين تركت سيارتي؟ لا أتذكر، لقد نسيت. أين هي سيارتي؟ منا فقط ألا يقوم بتفجيرها، ممكن أنها هنا. أين هي سيارتي؟ إذا قاموا بتفجيرها فسأضطر لكي أقوم بأخذ سيارتي أخرى، لكن لا أعتقد ذلك. نعم هاي لم يقوم بتفجيرها الحمد لله. موت 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 يا أيها الكلب، أعداء الله عليهم الموت أكيد. والآن ليس باليد حيلة، هو الصعود لأعلى جبل في جي تي إف 5 وهو جبل موتشيليان. كيف سنفعلها في الليل والظلام حالك؟ لست متأكدا لكني سأحاول. بعد معاناة طويلة وصلت للطريق، والآن يجب التركيز جيدا لكي لا تنزل سيارتي، ولا زلت أسمع بأن الناس أصيبوا كذلك فوق من جبل موتشيليان، رغم أن المناطق عالية فإن الجن موجودون فيها. رأيتم؟
اغلب الناس بداوا في العراك فيما بينهم، الكوارث الطبيعيه لقد حدثت هي والقمر ليس بدران. لو كان القمر بدران لاستطعنا الرؤيه شيئا ما جيدا، واتوقع بان الكارثه لقد اقتربت من ان تذهب. لست متاكد كم التوقيت الان بالضبط. الثالثه والرابعة، الحمد لله بقيت 3 ساعات فقط، بالضبط 2:45 نتجه نحو جبل لماون تشيليات ونكتشف هل المكان امن هناك. اذا لم يكن ذلك المكان امن فيجب علي اتجاه لمنطقه اخرى يكون فيها المكان امن. لا تقولوا لي المجاري المائيه، لان المجاري المائيه هي امنه اذا حصلتم على 6 نجمات او 10 نجمات فانكم ستستطيعون الهروب من رجال الشرطه، لكن بالنسبه للجن فانهم يسكنون يا رفاق في تلك الاماكن المتعفنه، يحبونها كثيرا، يسكنون المراحيض، يسكنون المجاري المائيه، تلك المناطق فانها لن تكون امنه نهائيا. اوه روكيت لانشر تطير من اعلى جبل في GTA 5. المغفلون بالفعل ها فوق من اعلى جبل كذلك. معارك حدث، من اصيب فلقد اصيب ومن لم يصاب سيتم اصابته. ساوقف السياره هنا، سنكتشف هل بالقرب من المولر المنطقه امنه. ليست امنه، ها رجل مسكون تم قتله بنجاح. القرب من المولر لا يوجد اي شيء، ولم يتم فتح هذا المولر بعدما حدثت تلك الكارثه. هناك شخص مسد روكيت لانشر لكن لست متاكد اين هو بالضبط. علينا قتل ذلك الشخص لان سلاح قوي. موت أنت، أحسن العمل. راقبوا يا أصدقاء الساعة 24:00، المنطقة كما ذكرت لكم ليست آمنة. سنقوم بأخذ هذا الموتورسايكل وسننزل بطريقة جنونية لكي لا يتم إصابتنا، وسأنزل من أصعب منطقة في الجبل وهي هاتها. وأتمنى فقط ألا تتم إصابتي يا أصدقاء. أدعوا معي ليتس جو. الحمد لله، لكن كادوا يا رفاق أن يصيبوني. اشتعلت نيرة في ذلك الشخص. أتمنى ألا هناك جني كاد ان يصيبني. الحمد لله، الفجر اقترب. علي الاتجاه بسرعه وايجاد مكان امن. لدي فكره وخياران، يا اما الذهاب لمنزل مايكل او الاختباء هنا. اذا بالفعل الباب مفتوح، الناس لا زالوا يتحركون لكن اغلبهم فان اصيب. ممكن ان بعضهم سيكون قد تحسنت حاله. الشيء الذي سافعله هو اني سادخل للبنك وسنقفل الباب. هيا بسرعه اقفل ذلك الباب لكي لا يستطيع المجيء. والحمد لله. البنك على الاقل فانه فارغ وهو فيه بيبان قويه جدا. اذا قفلتم فقط ذلك الباب فلن تخافوا، لا يحدث لكم اي شيء. كذلك هناك الفولت، اذا استطعنا النزول في للفولت فان لن يستطيع اولئك الاشخاص الكلاب الغوص لنا نهائيا. الحمد لله البيبان فانها مفتوحه. نختبئ في الفولت فانها موجوده اسفل من الارض، يجب عليكم النزول للاسفل. الفولت مع الاسف فانها مقفوله، لا نستطيع فتحها. علي وضع ستيكي بوم فيها، وهذا ما سافعله. نضع ستيكي بوم، اعتقد بان هذه الفولت بما انها قويه ستحتاج 2 من ستيكي بومز. نختبئ هنا ونفجر ذلك الباب. بوم، تم تفجيره. هيا لكي نرى هل بالفعل فتح. لقد فجرناه، ليتس جو. والان سندخل. بالفعل لن استطيع قفلها مره اخرى، لكن على الاقل دخلنا لهذه المنطقه. هذه المنطقه فانها امنه جدا، وسننتظر الان حتى 6:00. لم يتبقى الكثير يا اصدقائي الاوفياء، وهذه الارواح الشريره فانها استكشفت. لاحظت كذلك بان الاجواء اصبحت هادئه شيئا ما. الان اقترب الموعد تقريبا 5:50، لازالت هناك انفجارات بالفعل، لكن سنستطيع الان الصعود بلا اي مشاكل. 5:55، ليتس جو. وهيا لكي نخرج ونكتشف. ممكن ان هذه الانفجارات التي حدثت في هذه الاثناء فانها فقد دوي تلك الامور التي اشتعلت فيها النيران. هيا لكي نخرج الان ونكتشف ما حدث. وبالفعل يا اصدقاء كما قلت لكم هي الاجواء لقد اصبحت عاديه جدا الان، والناس عادوا لما كانوا عليه، والحمد لله الاجواء لقد عادت لما كانت عليه. وهذا هو الشيء الذي يحدث بالضبط في الهالوين، فان الناس في الليل فانهم يتحولون، يصبحون شياطين تقريبا بلا اي كذب، وبعدها في الصباح فانهم يعود لهم عقلهم. لهذا السبب قررت فعل هذه التجربه لكم، قررت اعطاء فقط بعض من النصائح. واتمنى منكم صراحه ان تبحثوا في الانترنت وان تتعلموا، لان مثل هذه الامور فانها حقيقه موجوده شويه اصدقاء، ولا يجب علينا الغفل عليها. وكان هذا هو الهدف من هذا المقطع، اتمنى ان اعجبكم. اذا اعجبكم فلا تنسوا فضلا منكم ادعمونا بالضغط على زر لايك، وانشروا مع اصدقائكم لكي يظهر لاكبر عدد من الاشخاص، وبهذه الطريقه فان الفائده ستعم. وحتى ذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بان السلام هو خير ختام.